أنا اسمي ناديا من كردستان سوريا. نحن بسبب الحرب تهجرنا وجيت على لبنان. فمشروعي هو خياطة الثياب الفلكلورية الكردية. اسم مشروعي هو كردم. أنا خلال وجودنا على مدار 6 سنين هون بلبنان كتير لقينا صعوبة أو ما كنا نلاقي خياطين ليخيطوا ثيابنا الفلكلورية بمناسباتنا الخاصة. فكتير كنت أزعل أنه ما حدا عم يعرف يخيط لنا ثيابنا. فمن هالفكرة أنه بلشت وقررت أني خيط ثياب الفلكلورية الكردية وإني أعرف العالم كلهم على تراثنا وتقاليدنا ولأولادنا الجيل الجديد القادم لا يقدروا يحافظوا على تراثنا ويضل تراثنا يعني على طول الزمان ونعرف كل العالم على تراث الكردي. لأني كنت كتير بزعل لما نقول لحدا أنه نحن كراد ما كانوا حدا بيعرفوا أكثر يعني. وهيدا من واحد من النماذج من الفلكلورنا الكردي اللي كتير بينطلب بمناسباتنا مثل عيد النوروز، عيد اللغة الكردية، في كتير مناسبات كردية.